في البلد اكتر من كده. خليني اقول ايه اهميه اليوم ده في تاريخ مصر. يوم 3/7. 3/7 طبعا. طبعا اليوم الاساسي هو 30 يونيو لانه ده اللي فيه ملايين المصريين نزلوا، دي الثوره. 3/7 هو الترجمه او المخرجات بتاعت هذا اليوم اللي هي استجابت يعني المظاهرات نزلت في 30 و1 و2 وظلت لحد ما تم اعلان البيان، لم تبدا الناس ترجع بيوتها الا بعد ما البيان انتهى. مش دي كانت المهله 48 ساعة اللي هو القوى السياسيه ان هي تصل الى توافق؟ وطبعا كان المفهوم الوحيد بالنسبه للاساس المطلب الشعب الرئيسي انه جماعه الاخوان تقبل اما يعني الاستقاله، يعني يا استقاله يا اقاله، انتخابات مبكره. إذا أنتوا بتقولوا وبتدعوا وبتزعموا إن أنتوا معاكم الأغلبية الشعبية، طيب ما تقبل انتخابات مبكرة وتحقن الدماء وتخلي الدنيا تمشي. لكن طبعًا مثل هذا النوع من الجامعات هو مقفول على، يعني هل تتخيلي من المفارقات إنه هذا المشهد اللي هو موجود شافه العالم كله بالنسبة لجامعة الإخوان؟ كما قال الرئيس السيسي في مرات تصريحات كثيرة بعد ذلك إنه هو بيقول له محمد مرسي دول 120 أو 150 ألف. يعني إذا أنت مش قادر تقدر كجماعة حجم هذا الحشود الكبيرة فأنت كده عامل بلاك أوت على عينيك، مش هتقدر تشوف أي حاجة تانية. وهي دي النقطة الجوهرية. ال 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 النقطة أحد النقاط المهمة إن الناس أحيانا بتخلط ما بين أهمية 30 يونيو وبالتالي 3/7 وبين إنها ممكن تتفق أو تختلف مع الحكومة الحالية أو أي حكومة. ده موضوع مختلف. أنا ممكن أختلف مع حكومتي على بعض القرارات الاقتصادية الوقتية، لكن فيما يتعلق ب 30 يونيو ده مساله فاصله لانها متعلقه بهويه بلد، مش بخلاف حوالين سياسه نعمل كوبري ولا ما نعملوش، لا مرتبط بهويتي. لانه السؤال المعكوس الاساسي ماذا لا قدر الله لو لم تكن هناك ثوره 30 يونيو؟ ماذا لو تمكن الاخوان من الاستمرار في الحكم كما حدث في بعض الدول؟ مش هقول اسماء بس في دول التجربه بتاعتها تم تغيير الهويه بالفعل وحتى الان في مشاكل عندها. طبعا ومشاكل عميقة لأن هي أنت لعبت في الجينات بتاعت البلدان دي وغيرتها. وربما عظمة الشعب المصري أو جزء من عظمته أنه هو عصي على هذه التغييرات، أنه قدر ينزل بعد ما يعني صدق البعض المصريين صدقوا جماعة الأخوان وأعطوهم أصواتهم في الانتخابات النيابية اللي كانت قبل الرئاسية في ديسمبر 2011 وجزء من المصريين اعطى اصواته لمحمد مرسي. انت غصبت الصناديق طبعا بعد سنه واحده كان هذا الشعب نفسه هو اللي بينقلب على الاخوان وبيديهم درس غير مسبوق في تاريخ الشعوب فيما يتعلق بحجم الحشود اللي نزل. صحيح. ان انت انا وثقت فيك وصدق ولعبت، اكتشف الشعب المصري خرافه وكذب فكره ورقه الدين والتجاره بالدين. احنا بتوع ربنا وبنصلي وبنصوم وتمام وبنعز الناس اللي المتدينه، بس في اللحظه اللي اكتشف انك انت نصاب وافاق يعني صحيح. هيكون الثمن فادح. وده اللي كان الناس كتير ما كانتش واخده بالها منه، انه ازاي شعب ينزل يقول له لقد اكتشفنا خدعتك. وهكذا كان التغيير. طيب استاذ طارق، عايزه اقف ما بعد خطاب 3/7. المصريين كلهم، واستاذ عماد برضو خليك معانا، احنا شفنا بعد 3/7 كم من الارهاب اللي تعرض ليه الشعب المصري كله، مش هنقول بقى كمان قوات الجيش والشرطة، لا ده الشعب نفسه تعرض للإرهاب ده. شايف في هذا الخطاب، يعني السيد الرئيس قال جملة احنا حتى لسه بنقول ان القوات المسلحة بذلت جهود وتبذل جهود كبيرة جدا من اجل التوافق، لكن بعد 3/7 شفنا الويل بقى. يعني هل ده كان يعني غيظ حلاوة روح؟ كان ايه بالظبط يعني؟